السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب وصبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة، اللعبة الجميلة جدا. بهذا الفيديو ايش بدنا نعمل؟ بدنا نكمل الهدف اللي هو 200,000، بدنا نلعب لعبة البوتات اللي هي بدون مودات ابدا، تمام؟ وهم فيه عندي هون مشكلة انه جبت انا سماد وكبيته على الارض، ما نحط معي بالمايك، فلذلك عم بفكر بطريقة اني اشيله منها من الارض. فايش اقتراحاتكم؟ في اهم مشكلة عندي اياها حاليا، لانه حاليا هلا زرعنا الارض والمحصول كله تمام وكل اشي في مكان. في وود، نعم بدنا ماكينة مشان نشيل وود. ايوه مصيبة هيك. ما في الدن بس في وود، الارض فيها، الاراضي فيها وود، لازم نلاقي طريقة منشيل الود. هلا ما بدنا الود، هلا عنا اهم من الود، لازم نشيل هاد. اني راح ننام بعد شوي وبس نفيق لازم اندرستاند مي. طيب شوفوا، انا راح اعمل اشي، اشتري مضخة اللي هي بتلم وبتضخ، تمام؟ فمنجرب حظنا ان شاء الله تزبط. يعني ما راح اشتري اشي، انا راح ناخدها بالدين او اجار، عرفتوا شلون؟ فخلينا نروح ونوصل لهنيك، مع انه لازم ننظف الماكينة، بس يلا عادي، ما بدنا نوجع راسنا بالتنظيف. والله لازم ننام يا معلم، صارت الدنيا ليل. ايش بدنا نعمل عشان نجيب مصاري غير العقود، غير زراعة الارض؟ في شيء ثاني لازم نعمله، والله ما بعرف شو، بس لازم نعمل شيء ثاني عن جد. لازم نوصل خلال فيديوهين او ثلاثة، يعني نوصل 200,000 يعني عشان نصير قدوة يعني. لك صحيح ما في مودات. تذكرت. انا بارك عم بدور عليها وتذكرت انه ما في مودات، وبدنا نشتري وحده من هدول. هاي اوكي، لا انا اخذ هاي الصغيره، يعني هي بدنا نستاجرها 275. بتعرفوا شو المصيبه؟ انه ما يتعبى معي، اذا ما تعبى معي بدي ارجع واجيب شو اسمه، بدي ارجع اشتري وحده ثانيه فول تانك ابو. طب خلينا نروح نفضيها، طول بالك، خلينا نروح نفضيها. شوفوا بعلمكم طريقة، تشتغلوا بالأحرف N بينزل على الأرض بيوطي. أيوه هذا هو. طبعا جي والكي بيرفع هاي الكفكير هيك، ترجع هيك على السيوي. أيوه وبتقرب هيك، أيوه بتقرب كمان، أرفع كمان شوي، تمام. لا أرفع، تماما. يلا بتروح كل عجب. تمام يس. شوفوا في شغلة انتبهت لها توني لما قربت على هاي، اعطاني انه تقدر تشيلها، فبقدر انه اشيلها بدون ما افضي هاي. شيء رهيب اذا والله ضبطت. اوه ماي جاش، لقد استطعت فعلها. هيك التراكتور صار كابس لقدام مثل ما يقول، كله رجولة. طيب في هون ايش كان معنا هاد؟ هلا هنيك محمل ليم، مو هون سماد صح؟ يس هي سماد، يس يس يس. طيب خلينا نروح نجيب التراكتور الكبير تبعنا اللي هو هذا، ما ضل غير فيه 35 او 400 وشوي، او خلي ال 400، ما بدي افضيها، كنت ناوي كبها بالارض بضيعت رايي. بعدين منكبها، ولا العشب طلع يا معلم، المسيبة مو هون يا معلم، بده يطلع معه هذا السموم. طيب خلينا منفضي هاي هون، تعي انت افضي هون. شلون كان بفضي؟ هاي ما فضل ليش؟ هذيك ردت شو هالسيارة؟ ليش هيك هي هيك تحس شكلها غريب؟ مع انه ما يركب اول مرة، راكب على طول هي. ليش هيك حاسة شكلها غريب شوي؟ والله قولتك. طيب تعال بنجرب هالشغل، في شغله خطرت في بالي هلق،
بدي اروح اجربها، بس خليني اصف هاي هون بالاول، مع انه اتوقع انها تزبط يعني، ما بعرف بس راح اجرب. نروح هلا، نحن بدنا ماكينه مشان تلم لنا العشب من الارض وتنظفه، تمام؟ فالعشب يعني شلون اقول لكم، بيطلع معه هيك مثل الحشرات اسمها وود، تمام؟ فلازم ننظف هاي الود، تمام؟ فهلا راح اقول لكم ايش راح اعمل. والله المرايا حلوين لو، ليش بحس هون السيارات اجمل من السيارات الموجوده عندي انا ما كنت العبها، ولا عملني كنت انا استخدم سيارات تراكتورات اكبر فهذا هو السبب الاختلاف. المهم وصلنا، خلينا استاجرنا الماكينه اللي قلنا لكم عليها تبعيه الود، اللي هي هاي. لا مو هاي، هاي بتجمع العشب، ها هي الود، ها هي. طبعا في هاي 45 وهي بدنا ناخذهم 12، يعني احنا عم ندور على الاجار، ما بدنا نشتري يا معلم. طيب شوفوا ايش هي الخطة، الخطة هي على الشكل التالي يا معلم. اه والله ضبطت ضبطت ضبطت. هلا بشوفوا ايش راح اعمل، بس صارت بوتشي ما عاد اشوف شيء ابدا. بس اتس اوكي مان، شلون يا معلم؟ معلش ندوبلك. هي زمور، بس زمور تاكسي مو زمور تراكتور. هذيك فللت كمان مرة، يلا دقيقة دقيقة دقيقة، هلا عم نشتغل يا معلم، عم نشتغل ما بدنا نوقف، طول بالك. افتح لي هي، بلش مع انه الزرقاء احسن، هلا واني جايب الزرقاء. يلا عادي اتس اوكي مان، بس هي تظبط. اوكي كله اوكي. انا شلون بدي اعرف؟ بدي اعرف من هون. والله لا نظف اللود ولا نظف البطيخ. قبل شوي والله الود 100% ولا تغير. وقف انا موقف، انت ولا وقف. بحكي لكم ايش المشكله، المشكله التراكتور لازم يمشي بالعكس، هاي هي المشكله. هاي شفتوا حتى صار يطلع صوت، هاي هي المشكله. شوفوا هلا ندخل هون، شفتوا نطفت، فهي المشكلة لازم نمشي لورا، فإجباري أنظفها في إيبوب هيك. أيوة طبعا الماكينة ديك تفولت، خلينا نفضيها بس. وين صار؟ يلا دوس يا معلم، بدنا نروح نفضيها كمان هلا. تماما خلينا نرجع على هاي. وينها 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 وينها؟ ايوه فكها هون. والله بما انه عرفنا شلون نشتغل عليها، مع انه مو ضروري. خلي يروح يشتغل هذا هون، هي فولت. طيب خلينا نرجع راني، بنروح نشوف وين بدنا نفضي. ايوه هات لشوف هذا العقد وين رحنا اتفقنا عليه معلم. راح شوف في عندك طريقين، يا اما تنزل من هالطريق هذا، اما في غيره اساسا، انزل من هالطريق هيك سيبي يا خديه. ايش هاي بدورها؟ اه في على فكره السياره ما بتقدر تمشي. شد حالك شد حيلك شد حيلك يا شوفير. يلا يا شوفير هلا بس نمسك العشب بيدوس. والله يا معلم في عليه ضغط كبير، والله مثبتتها حتى. اوه جميل، كدنا ان نقلب. اسكت ايش هالمدينة؟ صدقوا انه اول مرة ادخل في هالمدينة، ايش قصة اللي انا بلعب اللعبة هاي؟
أول مرة أدخل بيك شوارع والمدينة حقيقية يا زلمة. كان دايما يكون طرقاتي من فوق، ما بدخل عليها أبدا، حتى هاي اللي بدي أجي عليها بجي عليها من الطلب التاني وبلف هيك وبطلع. هاي أول مرة أدخل بهاي المدينة، تخيلوا. صار اللعبة يجي ألعبها سنة وشوي. واه 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 هذيك عبت مرة تاني. طولي بالك لسه ما فضينا نحني. وين ما كان التفريغ ليكو في طريق ساوي، يا دوب نلحق نرجع اللق. يا رب رح يطلع الضو. صارت الساعة 2، هي 60% فرغني له. لو هو نقدر نطلع الشارع العام من هون ولا ما نقدر، هو ايه السؤال. والله دوخة يا معلم، شكله صعب يطلع من هون. ستوب مكتوب يا خودي. كدنا عن نضربه. نعم هي ضيقة كتير. اوه البنك هاد. اشو هاد اشو هاد اشو هاد، اول مرة بشوفه. اشو هاد والله يمكن البنك. اه البنك. والله البنك. تصدقوا انه اول مرة انتبه انه في يوم بنك. يا الله. اوقاتها بنلعب اللعبة من دون ما نطلع بتفاصيلها بشكل جدا كبير، ومع انه كنت بسأل هاي المدينة معقول ما فيها بنك؟ يعني ليش ما فيها بنك؟ طلع في بنج ومخفي. ايش اسم السيارة؟ تاتار تاترا تاترا تاترا. جميل اسم السيارة تراترا. يا خديه يا الله، هذيك راح تفول ان شاء الله. لحقها قبل ما توقف. ما في عالي. عرفت مين الخلاص. مو هذا، عم بقول مين خلاص. لايكو هذا الخلاص. شلون معلم هيك صفتي؟ صفت معلم يا معلم، ايش لك بالحكي؟ كم دور عنده؟ والله يطلع له سيارة تانية يطلع في عنده. طيب بنروح هلا بنشوف ايش هدول في عندنا. والله يا معلم شلون كان شغل الضوء هيك؟ صارت الساعة 8 ولازم ننام، وصار الفيديو حتى طويل لازم نخلصه. فلازم نخلص سريع سريع. الله يعطيك العافية يا معلم. والله لو مو انت كنا نحن ما عرفنا شنو بننظف الارض. فهلا بعد ما خلصنا المحصود وحصدناه كلياته، هلا بنروح بنسلمه للزلمه في ارضه وننهي العقد وننهي الفيديو كمان من نفس الوقت، لانه صار جدا طويل صراحه. ومشاهده ممتعه، ان شاء الله تكون استمتعتوا. وحظ اوفر للي ما فاز امبارحه بالمسابقه اللي عملناها، بس ان شاء الله في مسابقات كتير رح تجيكم مستقبلا، كونوا متاكدين ما شاء الله. لان القناه بلشت عم يمشي حالها، عم يجينا مشاهدات كويسه وكمان عم يجينا اشتراكات كويسه. المهم ما بدي اطيل عليكم بالحديث. شاو، نشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. طبعا في شغلة بالاخير قبل ما نسكر الفيديو حاب اسألكم عليها. شو هيك اعطونا رأيكم او اعطونا اقتراحات العاب بنختمها على القناة الثانية. ذا ميديا خلصتها ختمتها، يعني انتو بكرة بتشوفوا الفيديو النهائي او يكون شفتوه ما بعرف. المهم يعني ضل فيديو او فيديوهين بتكون خالصة السلسلة، فبدنا نفتح سلسلة جديدة. ايش رأيكم او اعطونا هيك لعبة جديدة نختم عنها ونحكي عنها. فمنتظر تعليقاتكم وأراءكم وأفكاركم. بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.